السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة عندي لفائف الستيك أو ستيك محشي أو ستيك ببيوت، دي كذا طريقة، أو ستيك ملفوف. في النهاية نوصل لهدف معين. قطعة الستيك الحلوة اللي بالصوص للوكفور محشية بالسبانخ. يبقى عندي لحمة فليه، سبانخ، جبنة لوكفور، عندي فلفل رومي مشوي، فلفل أحمر مشوي، عندي دقيق، بيض، بقسماط، عندي كريمة لباني، عندي التوابل بتاعتي عبارة عن زعتر فريش، اوريجانو، كاري، توم باودر، بصل باودر، بابريكا، ملح وفلفل وزبدة أو زيت. كل الكلام ده حلو جميل يا ست الكل، ربنا يكرمك ويخليهم لك. نعمل ايه؟ نقول بسم الله الرحمن الرحيم. نحط طاسين على النار الاول، ونجيب كيس البلاستيك، فين يا ابني؟ طيب ما فيش كيس بلاستيك مش مشكلة، عادي ولا بيهمنا حاجة، نجيب أي حاجة ندق بس نفرد بيها اللحمة بتاعتنا. الجو برد يا ولاد ولا أنا بردان؟ كلكم عشان شباب سكتوا طبعا. مش ون ونين حبيبي يا سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. بقول لي ايه لازمة البلاستيك ده؟ بتفرده ليه؟ سؤال جميل جدا يا عمي شريف. ده لو انا فردت اللحمه من غير البلاستيك ده بتضم معايا وانا بفرد، ما بتفردش معايا، لكن ده بيساعدني على الفرد. هنجرب واحده بعد كده برضو من غير بلاستيك، دي بتوسع معايا كده اهي، ربنا يوسعها علينا جميعا. كده اهو كده يا ست مها. ازيك يا شيرين؟ السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك عامل ايه؟ في نعمه يا بنتي، والله في نعمه. وانا بحبك قوي والله يا شيخ. صباح الانا على عيونك يا بنتي، بحب اكلاتك قوي. صباح الفل على عيون حضرتك يا بنتي، يا رب يخليك. عايزه طريقه الكيكه. الكيكه على عيني يا فندم، خدام سعد. بنتي عايزه اتكلم حضرتك. اديها لي يا حبيبتي، اديها لي يا بابا. خد يا وعد. ازيك يا شيخ؟ صباح الفل يا ست العرايس، انا بحبك قوي. صباح الهنا على عيونك يا قمر. انا عايزه اسمع عليك. نعم. عايزه ايه يا حبيبتي؟ الو. ايوه. أنا يا شيخ شيرين أنا بحبك قوي. حبيبتي صباح الفل يا روحي. أنا سعيد. ها؟ أنا سامحك. طيب ربنا ربنا يخليهم لك يا ست الكل وتفرحي بيهم يا رب. ربنا يخليهم لك وتفرحي بيهم يا رب. تعالى بقى كده نحاول نفرد دي. أهي دي تخينة أهي. بص لما اجي افرد بقى
بتعمليه معايا؟ بص بتعض اللحمه وبتكسرها اهي، ما بتفردهاش بطريقه حلوه زي ما بفردها بالتانيه. طيب كده هنا احنا فردنا اللحمه، نعمل الحشو بتاعنا بقى. الحشو بتاعنا هنعمله ازاي؟ هقول لكم ازاي بعد ما نشرب مع بعض كوبايه الشاي. مش كانوا بيقولوا كده زمان؟ طيب هو توم باودر وبصل باودر، حاضر. طب يلا بينا. بس انا يعني مش عارف، انا عايز اديها سنه بصلايه فريش. معلش هدايق الانسه، ويعني انا دايما بحب الحاجه الفريش افضل، مش كتير يعني، بس عشان ايه اكسر بيها سم الطاسه زي ما بقولوا. الطاسه سخنه جدا، فلما احط لها كله باودر في بردن باودر مش ايه كده. ناخد حته بس صغيره من دي اهي. كده دي بصلايه ناعمه خالص اهي، عشان السبانخ بتاعتي. كمان حته تاني عشان ايه ست عزه. الو. ايوه يا ست عزه. ايوه يا شيف. ايوه يا عزه. عامل ايه يا شيف؟ في نعمه يا بنتي. انت عامله ايه يا ست العرايس؟ والله بحبك قوي حبيبتي. صباح الهنا على عيونك يا بابا، صباح الهنا على عيونك يا بنتي. شيف ممكن تقول لي طريقه البيتزا؟ خدامك يا نور عيني، على عيني يا بس روح. يا شيف. ايوه انا معاك. انا طلبتها قبل كده وما عرفتهاش، ولا ظهرت على الشاشه ولا حضرتك قلتها. دلوقتي هتشوفيها بالصوت والصوره. على عيني على عيني. يلا يا ست يا انسه يا ست ولاء. ست ولاء والنبي ما تجيبناش فضايح من العروسه دلوقتي دلوقتي. الله يخليكي، هتهلع على الشاشه عشان تطمئن. اهي يا عروسه، عندك العجينه البيتزا كيلو دقيق، نص رطل ميه، معلقتين لبن بودره. نعم يا ريت. بصوا مش هجيبها تاني. اللي عايز يصورها بالموبايل يصورها، عشان دي على طول عندنا البيتزا. كل ده هيتعجن في العجانه، كل ده هيتعجن في العجانه، وبعد كده اخليها تريح في التلاجه شويه. بعد ما تريح افردها زي ما انا عايز، هتبقى معاك ان شاء الله زي الفل. بكسر دي تكسيره كبيره كده اهي، عشان ايه احطها على البصلايه الحلوه دي. وتصلي على النبي يا عم الحاج. السبانخ دي بعملها الادند، يعني بموتها بس كده تبقى ايه يعني تعرق، يشم النار، وبنزلها عشان ما تجيبش ميتها كتيره كده. ده شويه توم باودر مش كتير عشان عايز الباقي، وادي شويه كده بصل باودر، وادي شويه من دول شويه من دول اهو، وادي شويه كده شويه بابريكا، ملح وفلفل. التوليفه دي جميله جدا 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 اهو. انزل واحده واحده بقى كده اهو اهو. حبيبي يا سيدنا محمد اهو، زي ما حضراتكم ده شايفين. يا ست الحاج ام محمد الله يخليك، ازيك يا شيف شربيني؟ والله يبارك في سعادتك. سامعاك عمال تطبخ يعني وانا على السماعه. ايوه يا فندم معلش حقك عليا. اموري ازيك يا شيف؟ في نعمه والله يا حاجه. عامل ايه؟ لا ازاي اموري ازيك عامل ايه؟ في نعمه يا حاجه.
وأمريني سعادتك. الله يخليك ويبارك فيك. حاضر. بقول لك انا احفادي بيسلموا عليك، كلهم بيحبوك. ربنا يخليهم لك يا رب، يا ربنا يخليهم. اقول اسمهم لو سمحت؟ نعم. اقول اسمهم؟ طبعا 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 طبعا. سلمى وآية وآدم. اللهم صل على النبي. اللهم. وأنس وعز الدين. صلاة النبي أحسن ربنا. وعد وكرمة بيسلموا عليك جدا. صلاة النبي أحسن ربنا. رشاد حمادة بيسلم عليك هو وفارس حفيده. اللهم صل على النبي، يخليهم لك يا رب، يحفظهم لك يا رب، وتربوا في عزك. سؤال حضرتك يا حاجة. رشاد حمادة عايز يعزمك في بورسعيد. على عيني. ها مش هناكل سمك هناك؟ آه هيأكلك سمك. طيب أروح نص. أنا أقدر أقول لأ؟ انا اقدر اقول لا يا حاجه. صباح الفل على عيونك يا ست الكل. احنا هناكل سمك، ده هنروح ونص. يا رنا، رنا، يا رنا. الو. ايوه يا رنا. رنا ست رنا. الو. ايوه يا رنا. انا عايزه طريقه صينيه البطاطس. على عيني يا رنا، تحت امرك يا ست العرايس. كده بقلب واحده واحده. اهو كده بموتها، بس ما خليهاش تعدم العافيه كده. طيب حاضر يا فندم، خدام سعادتك يا فندم. حاضر. اه والله الخضرة على النار حرام. اه والله ولا حرام اللي طيب استاذنكم واخد فاصل ونرجع تاني، بس النبي اقعد غرار حتى ولا تروح في حته، عشان الشغل النهارده جميل وحلو وزي العسل. رجعنا حضراتكم تاني بعد الفاصل، وتعالوا نشوف هنعمل ايه واحدة واحدة. ادي عندي هنا كده تعفيرة الدقيق. ركز معايا والنبي الله يخليك. بقول مش مركز، انت حر عادي، انت اللي بتسوق مش انا. زعتر فريش، توم بودر وبصل بودر، توم بودر وبصل بودر، بابريكا، ايه تاني؟ ملح وفلفل. ها دخلها الفرن كده دلوقتي، خلي بالك. عايز الهاند كات. طيب ادي واحد، ادي اتنين، ادي تلاتة، اربعة. بحب اشتغل بمزاج كده. وادي الستة يا عمي محمد. الو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيف شربيني؟ في نعمة يا ابني والله. والله انا بنتظر حضرتك، انا شيف حلواني وبنتظر حضرتك عشان انا بحب اسلوب حضرتك. صباح الفل يا زميلي العزيز. صباح الفل على زميلي العزيز. ربنا يخليك يا فندم. كنت عايز استاذن حضرتك في طلب. اتفضل يا فندم. ومرني. انا دقت مكرونه بصوص الجبنه الريكفورد في مكان، وعايزه اعرف بتتعمل ازاي، لان عجبتني جدا جدا، واتمنى ان انت تحطها لي على الشاشه دلوقتي. دلوقتي لا، انا هعملها لك على الهوا. هعمل لك الصوص الريكفور. ربنا يخليك. تسلق المكرونه وتحطها معاه. والنبي ايه رايك؟ تابعني دلوقتي في الحلقه بتاعتي. ربنا يخليك. هعمل لك صوص الريكفور دلوقتي. على عيني يا عريس. شكرا لزميلي.
ده الفلفل المشوي. ست نور سلام عليكم. الو. ايوه يا نور. ايوه يا نور. عايزه طريقه الكريب الحادق. حاضر على عيني. عندنا الكريب الحادق كوبايه دقيق، كوبايه لبن، ثلاث بيضات، ثلاث معالق زيت، ذره ملح زي ما قال المخرج، ذره ملح وذره سكر، كل دول بضربهم مع بعض. ده رومان حافظهم كده، بكسرهم تكسيره بسيطه، وادي الميه بتاعتي طلعتها بره اهي، بس طعمها كده الله اكبر. طعم حلو، طعمها حلو. نكسر، نكسرهم بقى مش كتير، عايزهم مش يعني مش ناعمين. بس عايزهم بالجمال ده. اهو اقوم بقى هعمل ايه دلوقتي يا جماعة؟ ادي شوية بقسماط. ليه بقى البقسماط ده يا عم رومون؟ بترد يا ابني. اه جدع زي ما انت قلت كده. قالي مش عارف. ليه بدل ما اديها دقيق؟ لا دول بيعملوها عملية ربط. بيربطها معايا عشان ما تسيلش من ست سندس. السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا يا سندس. الحمد لله. وامرني يا قمر. عايزه طريقه القلقاس. يا صلاه النبي يا صلاه النبي يا يا ولاد، عايزين نعمل قلقاس عشان الشتاء دخل. الشتاء قرب يخلص. حاضر يا ست العرايس. كده نبقى نقسم بقى دول كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو كده اهو كده كده اهو كده اهو. ام بكار. الو. السلام عليكم يا ست ام بكار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت عايز اكلم الشيخ شربين. انا معاك يا فندم خدام سعادتك. طب انا ام بكار من مدينه السلام. احسن ناس يا ست الكل اموريني. ربنا يخليك. ليا يا شيخ عندي ده كرباس. الله اكبر. مش عارفه اعمل على ايه. يا سلام. ده انت تعملي عليه احلى حاله محشي بالدنيا. بلاش محشي، نعمل عليه شويه كشك. بلاش كشك، نعمل عليه رز خلطه. بلاش رز خلطه. قال لي امال هتعمل كل ده؟ بلاش بلاش بلاش. امال انت هتعمل ايه يا جماعه؟ ذكر البط ده تعمل له تعظيم سلام. ذكر البط ده تعمل له تعظيم سلام. طيب هقول لك تعملي ازاي دلوقتي. اولا اهم حاجه حدايا، ان انا اغسله غسله نظيفه. اشيلها لك يا باشا. اوعى ازعق والله العظيم، لو جرالك حاجه هزعق. بتقول لك حرق ولا حاجه. حضرتك هتسلقي، جيب حله على النار. نعمل فيها ايه بقى؟ هنحط لها جزر وبصل وكرفس، ورق لورو، حبهان، مستكه، طماطمايه، عندك كرفس عندك كرات ماشي. كل الكلام ده حلو قوي. بعد كده احطه على الحله تغلي. بعد كده ابدا احط عليه ايه؟ الدكر بط معاهم كده. عمل لي شويه شوربه
حلوين قوي. هطلع دكر بطه دعاكوا بطماطم وملح وفلفل وشويه زبده او زيت، وروح مدخله الفرن يتحمر. ارجع بقى بالشوربه بتاعتي، يعمل كشك، يعمل محشي، يعمل شويه رز بالخلطه، اعمل بقى اللي انا عايزه من الشوربه. الشوربه دي غنيه، العابي فيها زي ما انت عايز، لكن هو الدكر بط كده احنا عملنا له احترام وتعظيم سلام، وهيشتغل معاك زي الفل وبالف انا شايفه كده. انا بعمل هنا ارضيه للست قطع عندي دول. يا ست جنى تشربين، صباح الخير عليك يا ست جنى. الو. ايوه يا حبيبتي، بحبك قوي. صباح الفل عليك يا عينيا، وبحب كل اكلاتك. يا صباح الهنا يا حبيبه قلبي، بحبك قوي قوي. ربنا يخليك يا بنت، انا بسبح عليك قوي يا شيخ. صباح الهنا على عيونك يا حبيبه قلبي، صبحيلي على ماما يا بابا. حاضر. ليكي طلبات عندي يا روحي؟ صباحك عسل يا حبيبتي، ربنا يخليكي. الله اكبر الله اكبر على الجمال. شوفوا الصيت الرقيق الناعم الحلو ده يخلي الدنيا كلها حلوه. الاموره العسل اللي بتصبح علينا دي صباحها ده يسوى الدنيا كلها وما فيها، صباحها زي الفل كده. يا باشا ركز معايا بقى والنبي عم يا مخرج، هو ده. نجيب حبه ملح هنا اهو، حبة فلفل. النهاردة بنشتغل بمزاج حلو ومزاج عالي، مش عالي قوي يعني، بس احسن من مفيش اهو. عايز استمتع بالسبانخ وبالحشو الداخلي اللي حدايا اهو. بقول لي شكلك فاشل ومش هتعرف تطلع الطبق ده النهارده. حاضر يا عم، اشكرك يا عم محمد، عم شريف. دايما المخرجين مستقصديني مش عارف ليه. ست مريم سلام عليكم. الو. ايوه يا ست مريم، انا عايزه طريقه صوص الشوكولاته. حاضر يا عينيا، حاضر يا روح قلبي، صوص الشوكولاته من عيني حاضر. بعد كده يا سيدي نشيل بقى كل حاجه من هنا احسن، ايه الموضوع ده ايه زاد عن حده. طيب بس نزفرها بس بحبه دقيق بتاعت انا بتتي كده. بصوا بقى يا سيدي، ادي هنا اهي كده. كده هندخلها الفرن واديها شويه بقسماط على الوش بس عشان تتحمر معايا، وهاخد فاصل ونرجع نواصل. ادي حبه البقسماط كده. بقى استاذن حضراتكم ادخلها الفرن واخد فاصل وارجع لكم تاني، ولا غير المحطه ولا اروح في اي حته. رجعنا بعد الفاصل وعندي جمبري مع الاناناس، مش مشكلة احطها في التلاجة براحتي، انا خدت غيرها. عندي جمبري كبير متقشر بالديل بتاعه، بس الديل برضو شلناه عشان اللي ياكل ويزلط براحته. سكر براون، ملح وفلفل وتوم مفروم واناناس قطع، زيت زيتون، خل عنب، عصير اناناس، صويا صوص، خلة خشب.
تعال بقى نشوف نتدلع ونعمله ازاي. نتدلع ونشوف هنعمله ازاي. كده الجمبري بتاعي متقشر وحلو وجميل. بعمل كده اهو. كده اهو. نجيب دي كده. وبعدين الطماطمية كده اهو. كده. بعد كده ادي واحدة تاني. وادي طماطماية. عندي اناناس. كده اهو. طيب نصلي على رسول الله. يا عم محمد. استاذ عم محمد. الو حماده باشا. حماده عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته يا عريس. عامل ايه يا شبشبين؟ في نعمة يا حبيبي. الو. ايوه يا باشا. ايوه شيخ شبيني. صباح الفل على عيونك يا عمي. ازيك يا شيخ شبين؟ امورني يا عمي. والله انا راجل عندي 65 سنة. اهلا بيك يا عمي. ومريض بالقلب والسكر وعايز اطلع عمر. سيب رقمك والله المستعان. انت بطالب انك ترسول الرسول، دي احسن حاجة في الدنيا. سيب رقم تليفونك والله المستعان وربنا ينولها لك يا سيدي. ياريت حد من الناس المحترمين والمحترمين كتير جدا في مصر، عم الحاج عايز يطلع عمره ويشوف الرسول عليه الصلاة والسلام قبل ما يقابل الوش الكريم الوجه الكريم. فياريت اللي يقدر يساعدنا اجره الصواب عند الله. اشكرك يا عمي. كده عم شريف بيقول انت بتتلكع، انت عندك شغل تاني. عم شريف سيبنا تدلع شوية يا اخي، انت مالكش اخوات طباخين؟ عايزين نلعب كده مع بعض ونعمل حاجة حلوة. الجمبري طبعا زي ما انتم عارفين بيستوي على الشمس يعني. يا ست الحاجة ام اسماء. هلو. السلام عليكم يا ست ام اسماء. الله يخليك. ازيك يا شيخ؟ ازيك يا ست الكل؟ عامل ايه؟ في نعمة. فاكرني؟ والله يا حاجة معلش الزهايمر اشتغل حدايا من بدري. لا 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 الف سلامة عليك. انا بتاعت السبانخ. اهلا وسهلا. الله يخليك. ازيك يا ست الكل؟ اهلا بيك يا ست الكل. ازاي صحتك؟ في نعمة. الله يخليك. الله يبارك فيك. أموري تمام؟ الله يخليك. طلبات حضرتك يا فندم؟ عايزين بس طاجن بطاطس بالكابوريا. نعم يا اختي. نعم يا يا لهوي اسود. اهو ده اول دي صيحة دي فعلا يعني ايه لسه بدري على ابريل، بس دي اخر صيحة والله العظيم. خلتني خرجت عن شعور وقلت لها نعم يا اختي. يعني انا سمعت طواجن كتير وقليل الا طاجن الكابوريا بالبطاطس. لا هي اصلا كمان يعني بورسعيدية من الاسماعيلية كمان، يعني اكيد اكلتها قبل كده، بس انا ما سمعتش عنها قبل كده خالص يا جماعة. انت سمعت عنها يا مخرج؟ اه هه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 
لا والله ما جات حدانا خالص، ما جاتش عندنا خالص على الكمبيوتر. لكن احنا ممكن نخترع برضو ونشوف كلام الحاجة، ويمكن ربنا يكرمنا. اصل الست دي دايما كانت بتكلمها على حاجات كده يعني ايه شاذة شوية، ويمكن ربنا يكرمنا نقدر نعملها. ايه المشكلة؟ بس اجيب الكابوريا يا جماعة، لا مش 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 مجمعة في دماغي خالص. انت ناوية بقى تعملي معانا ايه بالظبط؟ حد موسيك علينا. طيب خلينا بقى في موضوعنا كده احسن. انا ايه الموضوع ده خلاني ضحكت. طيب كده معلش يا جماعة، انا عندكم طولة البال عشان بس ايه بعمل حاجة يعني كده لازم بعملها حلوة يعني. بقول عندك كأنك بتاخد عينة من حد. طيب كده هنا بقى يا جماعة في واحدة بس فايضة اهي هنعملها برضو، بس نجيب دي كده اهو. جمانة. ايوه السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته جمانة. ازيك يا شيف شربيني؟ صباح الهنا على عونك يا بنتي. كنت عايز اعرف طريقة الكباب. كباب ايه بقى فيهم؟ كباب ايه بقى يا ست العرايس؟ كباب حلة ولا كباب على الفحم؟ اه كباب مشوي. من عين يا ست العرايس، اشكرك يا بنتي. طيب كده هنا نرجع بقى نعمل ايه الشغل بتاعنا الجميل. ادي التوم بتاعي، ادي شوية صويا صوص، ادي توم، ادي زيت زيتون. خلي بالكم مش هديها ملح لان الصويا صوص حادقة. ادي فلفل، وادي شوية عصير اناناس. عظيم، قال له عظيم والله العظيم عظيم. طيب كده اهو يا رب تسترها معايا بحق جنبي في الفرن. بص الجمال والحلاوة يا عم رمون، شايف الجمال والحلاوة؟ اتفرج على الحلاوة. حلاوة دي بلدي وانا جوا انا جوا. طيب نخش بقى ايه على الصوص بتاعي ده. بعد كده عندي هنا فصين توم اهم، وعندي الشوايه شغاله. مين يا فندم؟ يا ست ايمي. ازيك يا شيف شربيني؟ صباح الفل على عيوني. صباح القشطه الله يخليك. يا صباح الهنا يا فندم. الله يخليك، تسلم، ربنا يبارك لنا فيك يا رب. حضرتك تأمريني. الله يخليك. والله عندي سمك قرش صغير. آه. حلقات كده ترنشات. اه ترنشات. آه. اعمله زي البانيه كده؟ لا هتعبك شوية. بس هتعمل اللي اقولك عليه. ماشي على عيني. تسلم عينك. بص يا ست الكل، في عندنا هنا صويا صوص، وفي اوستر صوص، وسكر بني، وتوم مفروم، وزعتر، وزيت زيتون، سكر بني، صويا صوص، اوستر صوص، ليمون، توم مفروم، زعتر، ملح وفلفل. تبلي بيه السمك ده 3-4 ساعات. بعد كده نجيب طاسة زي دي حطها على النار، هتبلناها 3-4 ساعات
اغمق معايا مع الصويا صوص والاوستر صوص والليمون والتوابل والزعتر. اخده صدمه في الطاسه. بعد ما خدته صدمه في الطاسه انزل بالجوس اللي انا متبله فيه على الطاسه مع السكر البراون واخليه يغلي. بعد ما يغلي هيبدا يشف الميه بتاعته، اروح منزل بالسمك اللي انا شوحته فيه قبل كده. سيبيه ينشف، قلبيه على الوشين، هتلاقيه واخد لون عسلي ومسكر. دي اسلم طريقه لاكل سمك القرش. جربيها وقولي لي عملت ايه. طيب يا ابني فين الفرشه السلك؟ فين؟ قلت لكم يا جماعه انا جايب فرشه سلك. مش عايزين تجيبوها؟ قولي مش عايزين نجيبها. لا انا هجيب، هجيب الفرشه بقى. ايه رايك بقى انا وهم، ولا اقول لك خلاص؟ اهو كده نجيب فوطه معاها زيت عشان بس نعمل شغلنا صح والنبي. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. استاذن حضراتكم واخد فاصل وارجع لكم تاني، وانا غير المحطه وانا اروح في حته. يقول لي خد ايه من قفاك لما تديني وشك، قصدي بالعكس. طيب كده هنا عندي اخر اتنين اهم هشويهم، بس عايز اخد الدريسنج بتاعي اللي انا تبلت بيه عشان اعمل الصوص بتاع الجمبري ده. عندي هنا خل مع شويه عصير اناناس وتوم والتوابل كلها الحلوه اللي عندي دي. صلى على حضرة النبي. شوف يا سيدي بعمل ايه. اطلع بدي بره. عندي سكر البراون اهو. براون شوجر. طماطم شيري. أناناس. يا ناس كده كده اهو، وادي الصوص بتاعي اهو. حبيبي يا سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شوية جوس باينابل كمان شوية. أشيل كل حاجة من هنا وأبدأ أشيل اللي على النار. يا عم يا عم نبيل. أيوة يا باشا. السلام عليكم يا عم نبيل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. منور يا شيف والله. أنت اللي منورني يا عم نبيل. الله يخليك. هو صحيح النهارده برد فعلا زي ما انت ما بتقول؟ نعم برد النهارده زي انت ما بتقول. يلا احنا لازم نستحمل يا عم الحاج. هنستحمل بس احنا عواجيز يا شيخ. والله بقى هنعمل ايه بقى؟ مش عايزين الشباب ياخدوا لنا موقف. انا بمناسبه السبانخ دي. ايوه بيه. عايز صينيه السبانخ بالبيض واللحمه المفرومه. السلام عليك وعلى نزاهتك وجمالك وحلاوتك. الناس الحلوه اللي زي حالاتي دول اللي هم بيحبوا الاكل صح قوي.
على عيني يا باشا كده هنا اهو ادي كمان فاضل اتنين اهم كده اهو شايف ده باشا ده شوية زبدة هنا يا سلام يا سلام كده أكلة بتاعتي دي حلوة وجميلة جدا نجيب بقى اللوش عندي لسه على النار شوية مش مشكلة طبق حلو جدا وزي الفل باذن الله هيعجب حضراتكم خلي على جنب كده اهو نطفي بس النار بتاعتنا عشان ما لهاش عزا يا نيابه في ناس شعبيه زي حالاتي كده بيشوفوا الاكل يقول لك الله ده الشرموني بدا يعك ايه العك اللي بيعمله ده لكن في ناس كلاسيك بيفهموا في الاكل كويس برضو زي عم شريف يقول لك لا صح كده انا اكلته في الفور ايست طيب ده الطبق الجميل ده بس هديله شويه ورق بقدونس ونشوف الطبق اللي بعده الله عليك يسلم ايديك دول بيكسروا اللون عندي يبقى نطلع عليه في الفرن بقى عشان نعمله الصوص بتاعه اهو ده استوى واستوى واستوى الله اكبر ايه رايك يا باشا ايه يا عم الجمال ده طيب يبقى نعمل الصوص بتاعي حبة اهو حاجتي كلها موجودة اشيل بس كل ده من هنا اهو حبيبي يا سيدنا محمد
طاس على النار، فص توم، لا انا عايز افدغه مش عايز ايه افرمه كده اهو. دي حتة الزبدة، عايز بس اخد طعم التوم اهو. طيب كده هنا صلى على الحبيب واللي قصده ما يخيب. اطلع الطبق اللي بعده بقى عشان المخرج بيقول لي ايه، انت عارف اللي بالي بالك. عندي طبق جميل وحلو وزي العسل هنعمله مع حضراتكم دلوقتي. طيب قبل ما نشتغل في الطبق ده اجيب الصحن الكبير معايا يا سعادة الباشا. يا جامد يا جميل يا جامد يا جميل. عندي حمص مسلوق، جبنة، توم، عصير ليمون، كمون، ملح وفلفل، خيار، طماطم شري، خرشوف، بصل احمر شبت، جبنة بيتا، زيت زيتون، خل عنب او خل احمر كده هنا. دايما المخرج بيجيلي في حتت كده محرجة ويلغيني فيها في ودني بس انا ما بسكتش، بيقول لي انت متأكد اللحمة دي استوت؟ هو بيقولها لي في ودني بصراحة بس انتوا عارفيني مش بسكت دايما، ايه ما بسكتش. الوايت صوص يا عمي او الشيز لوكفور اهو، تومة اهو مع زبدة، وانا هقفلها لك اهو اهو يا باشا كده يا باشا. ادي كريمة لباني اهي، ده الوايت صوص اللي هو لوكفور صوص. بص يا سعادة الباشا، دي الجبنة اللي احنا اهي مع اللوكفور صوص. مع الكريمة اللباني، مع فص توم، مع فص توم. لو عايزة تتربط هنربطها، لكن انا عايز ارجع للمخرج بتاعي اللي دايما بيحرجني مع الناس، لان انا ممكن فعلا تطلع معايا حته اللحمه بايظه. مش هتكلم على اللحمه لما ارجع من الفاصل. فاصل وارجع لكم تاني وانا غير المحطه وانا في اي حته. كده الصوص على النار بيغلي اهو، ارجع بقى اشوف بقيه الاحراج من المخرج. ادي حته اللحمه، خش عليها وسيبك من اللي بيغلي.
عشان انت دايما لما بتقولي على حاجه دي حته اللحمه اللي قال لي هي نيه ولا مستويه. نفتحها مع بعض ونشوف الميه تكدب الغطاس. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا دي لحمه فليه، واللحمه الفليه بتشم النار يعني تستوي قبل البطاطس. قبل ايه يا باشا؟ قبل البطاطس اهي. وادي التانية يا باشا اهي كده. انا بريء منك كده، انا بريء منك. هتقول لي لا ده كاني دماني، السادة المشاهدين يحكموا بيني وبينك. طيب نشوف بقى مقاديرنا في السلطة دي. الله عليك يا عم محمد. الو، نسيتني انت شيف شربيني على المكرونه بصوص الريكفور. لا انت اللي نايم مني بقى، صوص الريكفور اهو اهو، ما تتلككش. ادي صوص الريكفور. طيب مسلوق المكرونه وحطها معاه. يعني انا اسلق المكرونه واحطها معاه ما عادي كده. يبقى مين نسي مين؟ طيب ماشي، اصحى معايا. يعني دي عايزه كله مكرونه تتسلق، اي نوع بقى مكرونه وتروح سيبك انت. وادي الصوص اهو، وحياه النعمه زي العسل، حلو. يلا يا عم انت بقى اللي ناسيني يا عمي. انا وفيت ست سومه النمليه. حاضر. فين ست سومه؟ كده السلطه بتاعتي فين يا عمي؟ يا ست سومه سلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ. ازاي حضرتك يا فندم؟ عليكم، ربنا يبارك لك. اموري؟ مفيش، انا كنت هسال لسه على الشيء، على الصوص الريكفورد لان حضرتك بتعمله. القلوب عند بعض. تسلم ايدك. القلوب عند بعضها يا حاجه. الله يخليك. فص توم مع حته زبده. فص توم مع حته زبده وحط معاها الليكفور. وبعد كده ينملوا مع بعض وروح نازل عليها بالكريمه اللباني. هتبقى معاك زي الفل. واموريني سعادتك. طيب انت جبت البيتزا ولا ما جبتش البيتزا يا عمي؟ صوروها خلاص. ماشي. ده لازم. لا ما عدت من ضمن مشوار البرنامج. اسكت اسكت على اللي اتعمل فيا. بص دايما الحاجات دي بتحصل معايا كتير وبرضه مش بتوب، برضه مش بتوب. بس اهو يلا رحت جبت ثلاث بالذات. بس اقول لك على حاجه، واحد حبيبي صاحبي اسمه ايهاب، ايهاب ده من ضمن الناس اللي حلوه في مستوى، على مستوى البلد، محترم جدا. وانا قاعد عنده بالليل كده وكان معايا بطل من ابطال الجيش اللي هم برضو داعي ذكر اسمه عشان ده ما شاء الله. وبعدين بنتكلم بقى، فقال لي اسكت ده انا هحكي لك بقى فطيره دلوقتي ما حصلتش. بعت جاب ثلاث فطيرات، واحده حادق، اتنين حادق وواحده حلوه. دولت الناس دول مشهورين جدا في بلد معروفه الناس كلها بتروحها. وجم فتحوا هنا فدوقني، رحت روحت البيت دقت الفطيره اللي عملها عم ايهاب. الله اكبر. ما رضاش اسيبها في المحل، هياكلوها منه. قلت له فهم لي اخدهم تيكاوي. ادي الصوص يا باشا اهو. بس الله الوكيل، الله الوكيل، حبه بيتزا. هي فطيره يعني حلوه، بس ايه يعني لغايه دلوقتي عندي منها في الثلاجه. والله الفطير، لا
الله يبارك لك يا عم إيهاب. عم إيهاب شطق ده يعني من الناس الحبايبي اللي ربنا كرمني بيهم. ده اسمه غاموس الحمص. ادي البصل. شو مقاديرنا فين؟ ماشي يا باشا. ادي الطماطم اهو وانا شطبت خلاص في المحل اهو. اديني بس دقيقتين بس معلش. عم عماد خش دخل الاستوديو بصبح عليه الملك بتاعنا. بقول له صباح الفل يا ملك يا عم عماد زميلي العزيز. بخش بشايك علينا دايما في الشغل كده بس ربنا يستر يكون تعليقاته وماما ما سابلس ما تمشيش خلاص حقك علي. طيب كده هنا بقطع الخرشوف بتاعي برنواز صغير. بقول لي برنواز ولا كرهات؟ لا يا حبيبي في فرق بين الكرهات وفي فرق بين البرنواز. قال لي طب وضح لي شويه. زمان لما اقول لك والنبي ده انا لابس قميص كاروهو. لا ده احنا جبنا مفرش للسفره كاروه. كاروه يعني مربعات زي ما بنشوف في الافلام كده في البلاد الايطاليه بتاع الطلاينه دول. بيحطوا دايما مطاعم بيتزا بيحطوا على المفرش المفرش اخضر يا احمر وكاروه. ده بنسميه كرهات. نعمل بون كاريه خضار كاريه دي بنقول عليها كاريه. لكن البرنواز زي زهر الطاولة الصغيرة دي بنقول عليها بلغة الطباخين برنواز. يبقى في فرق بين الكاريه وبين البرنواز. كده نعمل الدريسنج بتاعي بقى عشان المخرج بدأ وشه يحمر عليا مش عارف هو مستقصديني ولا ايه. ده توم ده خل العنب ده الكمون ده الملح ده الفلفل. عارف بتاع الكشري ده زيت الزيتون ده الليمون ده الخل. وادي حبة طحينة قليل من الطحينة اهو بس كده اهو. نروح جايب كده اهو. طيب هجيب بقى شويه بقدونس افرمهم او شبت لسه هنفرمهم ونحطهم مع بعض. نقص الشبت بس يبقى شبت حبيبي شبت قلبي شبت روحي. صلاة النبي احسن. كده زي الفل. نجيب بقى لسه حدايا الشبت والجبنه. نشيل بقى كل اللص ده من هنا اهو. وادي الطبق بتاعي اللي انا هغرف فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. كده اهو من تحت لفوق. كده بقى سيلكشن توجذر. كله جه مع بعضه. واللي نسيت تحط الصوص قلت له لا نسيت ان انت تيجي تشتغل معايا وانا اروح. كده ده الصوص بتاعي. طيب ادي الشبت ليه بحط الشبت اخر حاجه يا جماعه؟
عشان يفضل فريش معايا ما يبقاش ملتت او يعجن او دبل في جوه في الخلطه بتاعتي كده. ازوق بيه لو انا عايز. وادي الجبنه بتاعتي، شيل بقى كل حاجه اهو. عايز اشكر مخرجنا الجميل عمي شريف، واشكر كل الكاست اللي معايا، واقول اشوفكم بكره على خير ان شاء الله، ونقرب السلطه للطبقين. حاضر كده اهو. قال له سرك في بير؟ قال له بير. قال له معكش بيجي نسالف؟ قال له ولا كان سمعت. اهو كده السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.